اسمر يا اسمراني، الله عليك يا رانيا تراوري، براسية يهز الشبكة الكونغولية ويعطي الافتالية للفرقة البركانية. الله يا تراوري، الله على الراس يا تراوري، جابه في الشباك تراوري، يعطي الافتالية. احلى بداية للفرقة البرتغالية. شوف 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 الإعادة، بداية نارية من جانب الفريق البرتغالي. البركان الذي يثور مبكرا، البركان الذي يثور مبكرا. هذه الإعادة للقطة الماضية مشاهدينا الكرام، حطينه بالراس، حطينه بالراس، جابينه في الشباك. البراكنة ينتفضون مبكرا. يا ويلك يا مبينكي من البراكنة، يا ويلك يا الفيتا من البراكنة. هذا أحلى سيناريو، أحلى سيناريو. قلت مشاهدي الكرام، لما تكون متأخر بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد، عليك أن تسجل مبكرا. هدف مبكر يعطي ثقة أكبر دينيا. نعم، يخلي بركان يلعب مرتاح، يخلي البرتغالي يلعب ساهي امام الانصار الزايه في المدرجات. هذه البدايه، وان شاء الله القادم احلى يا بركان. كره اماميه متابعه ممن يجب ان ندبر الجانب البدني بشكل ممتاز طيله 90 دقيقه. حذاري من الجهه اليمنى، الكره توب.